بالنسبه لنا كوزاره الثقافه، لانه مو بس فيه اطفال طرطوس اللي نحن كثير هنن غاليين على قلبنا، كمان فيه اهلنا من ادلب، اهلنا من حلب، فهيدا من مختلف المحافظات بس اكثر، فكان غني كثير، وكان يعني كثير كان التجاوب معهم رائع جدا مع الاطفال واليافعين، يعني كان فيه تنوع على كل الاصعده، حتى مستوى الرياضي، في فرق رياضيه، كان في منافسه رياضيه، اعمال يدويه، موسيقى. ما نقوم بتقديمه في وزاره الثقافه من خلال هذه الورشات العمل المستمره، اضافه الى النوادي الصيفيه المخصصه للاطفال، من خلال ورشات عمل متخصصة داعمة للمناهج التربوية. اليوم أطفالنا حضروا أكثر من نشاط، اليوم النشاط في عمل اختتام. طبيعي نحن بنحب نقول للعالم أجمع من ما يقام اليوم على صالة المركز الثقافي بطرطوس أنه الحياة مستمرة. أنا مشارك بالأعمال اليدوية مشان نحيي هذا التراث اللي إحنا انقرض، تراث الغش. التراث هو تراث شبه منقرض، لهيك نحن بدنا نحيي هذا التراث.